تعديل النظام خطورته انه ايه فيك تعدلي وانت تحتاجين دائما الى التعديل والى تطوير النظام، مش التعديل هو التطوير، تطوير التعديل الدستور، دساتير معمولة لتتعدل وتواكب العصر وتواكب تطور المجتمع وتطور الحياة الوطنية داخل أي مجتمع. بلبنان الوضع صعب ومعقد لسبب واحد بسيط، ممكن أنه خطورته ممكن يصير على السخن، نعم، مش على البارد وبين العقلاء. ببلش بين العقلاء بينتهي بالشارع لسبب أو آخر بالتجنيد والتجيش الطائفي من هنا وهناك. فيما يتعلق بالثنائي، الثنائي عم بيبدي تمسكه بالطائف، الرئيس نبيه بري أبدى تمسك حاسم بالطائف، وهذا أمر جيد، هذا أمر جيد من حيث المبدأ، هذا من حيث المبدأ ومن حيث العنوان. لكن هناك أسئلة تتعلق ويجب توجيهها إلى الرئيس نبيه بري، وهي التعلق بالطائف، هل هو تعلق بعناوين الطائف ولا بمضمون الطائف وكيفية تنفيذ الطائف؟ يعني أين الطائف من مسألة السلاح في لبنان؟ هذا منه منصوص عنه بالدستور، هذا تجاوز للدستور. الطائف حكي عن حل الميليشيات، في سلاح، في قوة مسلحة بالبلد، أوكي، حاملة عنوان ويافطة اسمها يافطة المقاومة، خلينا نقول حتى ما نفوت بالتفاصيل، نص البلد معتبر أنه إيه ينطبق عليه الوصف المقاومة، نصف البلد الآخر بيعتبر انه لا هذا منه مقاومه وهذه ميليشيا وعندها سلاح وسلاحها غير شرعي، اذا في خلاف عمودي بالبلد، هذا كيف بده يتعالج؟ طيب في بعطيك امثله، هلا في كثير امثله. موضوع بسيط بتشكيل الحكومات. طيب كيف فيك تشكلي حكومه اليوم بعد ما جرى اقرار او التعامل بيخف بمسألة الأعراف التي فرضت بعد اتفاق الدوحة؟ مش أعراف، راح اتفقوا عليها بالدوحة، بطلت أعراف. لا الدوحة منه دستور، منه دستور، بس جرى الاتفاق بموافقة كل المشاركين. الدستور شيء، الاتفاقات هي أعراف بتدخل على الدستور. عم نحكي نص دستوري، ما الطائف دستور. وزارة المالية يقول فريق المعني بوزارة المالية هذا حق لإلي، طيب، ونحن مقتنعون وعلى يقين وعلى ثقة تامة أنه هذا حق لإلنا. كيف هو حق؟ وين موجود؟ وين النص اللي بيقول أنه أنت لك حق في هذه الوزارة ولك حق توقف تمنع؟ يعني بيقولوا مداولات الطائف، وبعدين هون سؤال، يعني مداولات الطائف، يعني عم تقول أنه اليوم مفعيل الدوحة لم تعد النص نص، نعم. المداولات مداولات، الأعراف أعراف، ما عم نحكي دستور، أنت عم تحكي طائف. طائف، أوكي، بس أنا عم أقول أنه من بعد هذا الطائف رجع صار في مشكل، راحوا على الدوحة اتفقوا على نقاط جديدة ضيفت إلى الطائف. لا لا، بالدوحة ما اتفقوا على قصة وزارة المالية. وزارة المالية تم ترسيخها ابتداء من 2014 بحكومة الرئيس تمام سلام، لأنه ما بدنا ننسى أنه المداورة تم توقيفها وانضرب فريم على موضوع التداول في المراكز الوزارية الأساسية، تم تعليقه ابتداء من 2014 مع حكومة ربط النزاع برئاسة الرئيس تمام سلام. مش هو مسؤول عنا، مسؤول عنا كل القوى السياسية اللي قبلت. آخر مرة وقت اللي كان في تكليف إذا بتتذكري للأستاذ مصطفى أديب، بعد تكليفه كرئيس حكومة وبلش يشتغل على تشكيل حكومة قبل ما يعتذر، هو كان ظهر من المداورة وصار في مشكل طويل عريض، وعلى أساس أنه هيدي وزارة المالية بتداولوها الكل. نعم. فيها بكل الأحوال، وهذا توقيع رابع بالدولة وهذا توقيع ثابت بأي قاعدة؟ هذا السؤال. إذن ربما على قاعدة أنه شو؟ ما بدنا نعدل الطائف، بس اليوم نحن بحاجة إلى توقيع، بالإضافة إلى التوقيع المسيحي والسني. إذن مشكلة الطائف أنه عم بيجري تعديله من دون إعلان تعديله، عم بيصير في مثل في عمارة
هلا هيدي عليها اشكاليه لحلك بس لانه هن بيقولوا ما عم نعدل الطائف لحلك هو مش مكتوب هذا الموضوع، بس حتى على ايام الله يرحمه الرئيس حسين الحسيني جرى هذا نقاش مطولا واكثر من مره باكثر من محطه ودائما كنا نرجع لنفس السياق انه هل هذا الموضوع ذكر بمداولات الطائف او لا. هون في انقسام، في البعض يقول واذا ذكر هل أقر؟ قصدك انه لازم يكون مكتوب بالطائف؟ كيف بتعملي انت؟ بتعملي انت بتعملي نص دستوري؟ بدي اسال جنتلمان اجريمنت، انه كان اتفاق مبدئي مش مكتوب ولم ينفذ منذ اليوم الاول للطائف، واجا وزير ووزير واثنين وثلاثه وسبعه كرمال هيك اول وزير بعد الطائف كماليه كان علي الخليل، المرحوم علي الخليل، وكرمال هيك وبعد علي الخليل مين اجا؟ رفيق الحريري، وبعد رفيق الحريري اجا وزراء ثانيين، واجا مش فؤاد سنيون، فؤاد سنيون كان وزير مكلف بالشؤون الماليه بالفتره الاولى، كان رفيق الحريري هو وزير، واجا ماروني واجا سني واجا ناس اخرين على وزاره الماليه. هلا ما بدي فوت انا بجدل طائفي، دستور يا اما في نص دستوري يا اما فلان قال لي اوكي بيمشي الحال بنمشي الحال. يعني انه المداولات، شو يعني المداولات؟ صحيح لو قيل انه كان في مداولات اقر في نص، لم يقر في نص. طيب اكثر من هيك، موضوع الميليشيات، موضوع الميليشيات نعم، يعني السلاح نعم سلاح. طيب لا فيك تناقشي ولا فيك تاخذه وتعطي فيه ولا فيك تلاقي له مخرج، وقرار الحرب والسلم. طيب قرار الحرب والسلم اليس خرقا للدستور؟ مين عنده قرار الحرب والسلم؟ نجيب ميقاتي بيقدر يعلن الحرب او بيقدر هو يضمن السلام؟ في فريق بالبلد هو عنده قرار سيادي اساسي رئيسي وحاسم، هو من صلاحيات الدول ومن صلاحيات مجلس وزراء مجتمعا ومعه رئيس جمهورية، من صلاحيات مكنة الدولة، في فريق واحد معه إياه القرار. هيدا طائف وين هو الطائف منه؟ ما في طائف. طيب هذا تم تكريسه مع يعني مع الايام، مع السنوات، مع الممارسه، تم تكريسه من بعد عدد انتصارات قامت بها المقاومه ضد اسرائيل، فتم تكريسه.